أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. بمناسبة عيد الأم بحب أتقدم لكل الأمهات بأحر التهاني وأجمل الأماني، وخليني أقول أنه أنتوا بطلات، يعني في نظري في نظر المجتمع. من زمان كان يعلمونا في المدرسة ويقولوا الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الإعراق. كل سنة والتسالمات وهديات البال، ربنا يحميكو، ربنا يبارككو، ربنا يعطيكو الصحة، يملأكو بحضوره بسلامه بفرحه، يغمركو بمحبته، وتستمروا بالرسالة اللي بترفعوها. وعلى فكرة أنتوا عم بتقدموا رسالة للمجتمع من حوالينا. اليوم رح يكون حديثنا عن الأم المسيحية طبعا، أو الأم الكتابية بحسب الكتاب المقدس. وأنا بشجعكم أن تشاهدوا هذه الحلقة. في أمهات اللي بمروا في ظروف صعبة، في أمهات اللي بيعانوا كل أنواع الضيقات والتحديات، وفي أمهات عم بيصلوا أنه الرب يعطيكوا الرزق الصالح، يعطيكوا أطفال. إحنا بدورنا منصلي في هالحلقة أنه الرب يمنحكوا النسل الصالح. لكن في أمهات غير أمهات، في أمهات ممكن يكون عندكم أولاد بس بعدين كل البعد عن الأمومة، وفي أمهات اللي بيشاهدونا ما عندكم أولاد لكن عندكم روح الأمومة. على فكرة الرب قيل عنه أنه عنده الأم أو قلب الأم، روح الأمومة. بغض النظر شو وضعك، وين وصلتي، الرب حي، الرب موجود. يمكن فشلته ولكن اليوم بداية جديدة. مرة تانية كل عام وانتم بألف خير وربنا يبارككم.